دايماً أصحى بهذا الوقت تقريباً قبل أذان الفجر بنص ساعة أو حتى ساعة، وأنزل أسوي لي ماتشا أو حتى قهوة، المهم أي مشروب يخليني أقعد مصحصحة لفترة أطول. بالمناسبة هذه الماتشا للي يسأل أخذتها من عند سو ماتشا اللي في الرياض. مشوا حالكم على الأدوات اللي قاعد أستعملها وأنا أسوي الماتشا، الجود من الموجود. طريقة في صنع الماتشا كثير ناس بتسألني عنها، هي مجرد حليب بالفانيليا والماتشا نفسها من دون أي إضافات، ودحين حيصير أحلى منظر ممكن تشوفوه. طبعا أكون قاعدة أسوي الماتشا وأنا عين مغمضة وعين مفتوحة من كتر ما إني نعسانة على حسب الليل الماضية الساعة كم نمت، وأنا أنتظر أذان الفجر أقعد أشرب الماتشا وأقعد على جوالي. تقريبا هذا الوقت الوحيد اللي أخليه لنفسي، عشان كده أحاول أستغله. وهنا قاعدة أوريكم قديش الماتشا طعمه رغم التكتلات اللي فيها. ما أدري إيش مشكلة التكتلات، بس أتمنى إني ألاقي لها حل، أعتقد بسبب الأدوات اللي قاعدة أستعملها. وقتها يكون أذان الفجر فأصلي طبعا، وبعدها أقرأ القرآن للجزء الخاص باليوم. والآن يبدأ الجهاد النفسي الشوط الأول. عرفتوا ليش أنا أصحى الساعة 4:15 مع إنه الدوام حقي يبدأ الساعة 9:30؟ أقعد أذاكر تحصيلي من بعد الفجر إلى ما يجي موعد دوامي، بما إني طالبة ثالث ثانوي. يعني الصراحة مرة أحب أفتح الشباك وأنا قاعدة أذاكر، لأنه الجو هذه الفترة مرة حلو، وأقعد أشوف شروق الشمس وأنا قاعدة أذاكر، حرفيا شعور حلو. اختبار التحصيلي يبدأ على نهاية شوال وبداية ذو القعدة، فما في وقت، وأقعد أذاكر إلين ما يجي وقت المدرسة. السرير شوية فوضى، ما علينا. بتجهز، لبست المريولة سويت شعري وباقي اني اتجهز. مرة غريب اني انا قاعدة اتجهز والشمس كده ساطعة على الغرفة، لانه بالعادة اكون قاعدة اتجهز وكون لسه الشمس ما شرقت. وبعدين استوعب انه احنا في رمضان، وهذا الشيء جدا طبيعي لانه دوامنا يبدأ الساعة 9:15. وكمان الصراحة مرة استخسر انه انا اتفنن بشعري واسوي حركات ونفس الاشياء اللي تطلع لي بالتيك توك، لانه كلها 3 ساعات وارجع البيت، فاحس انه ما يحتاج اني اكشخ مرة. بس احيانا اشتهي، فاليوم برضو سويت شعري كده حركات. انا جيت، اتمنى كده زي تكون كويسه. دقيقه اشرب. سوي راجعه تقريبا الساعه 1:30. انا بالعاده دائما ارجع على الساعه 1، بس اليوم اتاخرت شويه. كالعاده اكيد راح اكون تعبانه لانه صايمه، هذا اولا، ثانيا دوام ودراسه والقروشه هذه كلها، فممكن اني انام شويه وبعدين راح اصحى واساعد ماما، او حتى اني اسوي اي طبق حتى لو حلى. أهم فقر إنه كراميلي يكتشف أي شيء دخل جديد على البيت. وصلتني طلبية شيئاً، وأخيراً هذه الطلبية فيها شوية من ملابس العيد، مو كل ملابس العيد من شيئاً طبعاً، بس في كم قطعة أتحمست لها وطلبتها من عند شيئاً. رح أوريكم بعض القطع، وفي كمان أشياء تانية ما لها أي علاقة بالعيد برضو رح أوريكم هي. أما باقي الأشياء فأشياء عشوائية للأمانة. فبفتح معاكم الطلبية ونشوف إيش في جوا. أول شيء هو هذا الفستان، كمه طويل وينفع للمحجبات، للأمانة مرة أنيق وحلو عليه هذه التدرجات في قطعة القماش. بالنسبة لي أحس أنه هادي وينفع كمان للعيد. هذه القطعتين اللي اشتريتهم، وجاتني لحظة إدراك أني اشتريتهم كلهم بنفس اللون وحتى بنفس الدرجة، حرفيا ما في أي اختلاف. القطعة الأولى هي الفستان وريتكم هو، والقطعة الثانية هي عبارة عن قميص وكمان مع البنطلون حقه بنفس التصميم، مرة حلو أنيق، حلو لجمعات الصحبات أو إذا أحد جاني، فحلو كمان خفيف. كمان طلبت هذا الفستان أني أنه ألبسه في رمضان، ولكن الصراحة شكله في اللبس مو مرة كتير عجبني، فاحتمال أني أرجعه. هو من فوق زي كده ومن تحت فيه هذا النكش، هذا النكش مرة عجبني، حتى الخامة حقته ممتازة للأمانة، بس مشكلته أنه هو مرة طويل علي وأحس أنه ما ناسبني ولا هو جوي.
فاحتمال اني ارجعه. هذا القميص يا بنات يجنن يجنن يجنن، عجبتني خامته وكمان الرسمات اللي عليه مرة حلوة، والألوان حرفيا نفس ما أنا أتوقعت، حتى باللبس حلو، وممكن كمان أني أفك الأزارير وألبس من تحت أي قميص سادة ويكون زي الجاكيت زي كده، أفتحه وهنا راح ألبس قميص يكون لونه بينك أو حتى أبيض أو أسود. على سيرة اللون الأسود جبت هذا الجينز حرفيا على مقاسي بالضبط، سواء كان الطول او حتى من الاجناب او من هنا، كل مكان مرة مظبوط علي، حتى ما يحتاج اني اقصره او اني اوديه الخياط او اني اسوي له اي شيء. باقي الاشياء عبارة عن خزعبلات، كلها اشياء ديكورات للغرفة او حتى ميك اب من عند شقلام، كمان شوية اكسسوارات. الحمد لله اغلب الاشياء اللي طلبتها موفقة فيها، بس تقريبا هذا الفستان ما عجبني. نمت بالغلط، حرفيا كل يوم انام بالغلط ما ادري ليه. كانت خطة انه انا انام ساعة ساعتين بعدين راح اصحى واساعد ماما او حتى اني اسوي اي طبق، بس بما انه رمضان واصلا صيام فدايما اعطي نفسي فرصة واقول لا خليني انام زيادة خليني انام زيادة. ودحين صارت الساعة 6 وباقي نص ساعة الاذان، فيا دوبك وبعد الفطور نجلس أنا وأهلي كلنا ونقعد في الصالة نتفرج على برامج رمضان اللي تيجي بعد الفطور. أنا للأمانة برامج رمضان أغلبها، هذا إذا مو كلها، ما أحبها الصراحة ولا حتى أتفرج عليها، نادرا ما ألاقي شيء يعجبني. وفقرة البخور اللي بعد الفطور مهمة طبعا. بعد كده أتجهز عشان أخرج وأروح صلاة التراويح. بالنسبة لي صلاة التراويح مرة مهمة، حتى لو كنت مشغولة وكان عندي مذاكرة أو حتى عندي اختبار لازم أروح صلاة التراويح. سبحان الله تحس بطمأنينة وخشوع خصوصا وقت الدعاء. هنا قعدت أوريكم إني خرجت من المسجد ومبسوطة. والآن يبدأ الجهاد النفسي الشوط الثاني. أجيب معايا أسلحتي للمذاكرة اللي هي القهوة العربي، لأني مع أهلي بعد الفطور ما أشرب قهوة عربي كتير، ممكن بس فنجان واحد، وأغرف حلا لو كان في حلا، لأني بعد صلاة التراويح كده أكون مرة مشتهية قهوة وحلا، وأقعد أذاكر للمواد الدراسية اللي عندي هذا الترم وأحل واجباتي. في باقي من فطورنا فلافل، فرح اسوي ساندويتش طعمية، رح اسوي حشوة الساندويتش مع بعض، ولكن بليز لا حد يعلق على الحشوة لانه هي ممكن ما تكون زي اي حشوة ساندويتش فلافل طبيعية، لانه اي شيء قدامي رح احطه، اهم شيء انه يكون فيه فلافل، اما باقي الاشياء فانا حبيت اني احطها، يعني هي ما تكون موجودة اساسا في حقة الفلافل. رح احط عيش التورتيلا، ما ادري ايش بكده، بس انا طلعته من الفريزر زي كده. جمع الطعمية هذه الطحينة فراح أحط منها شوية، أنا مو بيك فان كتير للطحينة بس يعني طعم مع الفلافل. وأهم مكون الفلافل راح أحطه وأقطعه كده، حاول قد ما أقدر إنه وجبتي تكون مليانة بالبروتين، منها عشان جسمي يستفيد ومنها عشان ما أجوع. في باقي من سلطة الفطور فراح أحط منها كمان، راح أحط دبس رمان عشان يطعمه. حطيت بيض مسلوق ودحين بلفها، وهذا الصوص سويته عبارة عن لبن وليمون وسمك. ترى الحين بسوي الروتين المسائي حقي، وعبال ما اسوي الروتين المسائي حقي راح اهرش فوق راسكم شوية واشرب موية بحكم انه في رمضان ما بشرب موية كثير.
وانتو كمان لازم تشربوا موية. دحين الساعة 2:30، احيانا يكون الساعة 2 او الساعة 1 ويجي وقت نومي على حسب كمية الدراسة اللي انا سويتها ذا اليوم او كمية الشغل اللي اشتغلته ذاك اليوم. المهم اني اوصل نهاية اليوم مرهقة وتعبانة بالمزيل الميك اب. المهم اني اوصل نهاية اليوم مرهقة وتعبانة، فبس قاعدة ادور على السرير. مع الاسف في رمضان ما في روتين معين، يعني بالنسبة للأوقات حرفياً قاعد يمشي بالتساهيل، اللي أوكي نمت اليوم بالغلط معناته الجدول كله أتغير 180 درجة، أو ما نمت راح يمشي الجدول زي ما أنا أبغى على حسب قدرتي أني أنا أتحمل هذا اليوم. هذه المشكلة اللي أنا قاعدة أعاني منها، والظاهر أني راح أعاني منها لمدة شهر، وأحس خصوصاً في المرحلة حقتي بما أني ثالث ثانوي. أتوقع أنكم كلكم تعرفوا لأني ما أسكت، فأعتقد أنه هذه المرحلة جداً صعبة خصوصاً للدفعة حقتنا، لكن الحمد لله وإن شاء الله كل شيء بأجره. دايماً أقول للناس اللي حولي إنه حاولوا أنكم تحتسبوا الأجر قد ما أنكم تتحلطموا، يعني قد ما أنا أمشي وأقول أوه أنا مضغوطة، أوه أنا مشغولة عندي شغل مرة كثير، قد ما أنتوا تحمدوا ربكم وتحتسبوا الأجر وتعرفوا إنه كل شيء بأجره. الصيام له أجره، طلب العلم له أجره إن شاء الله، الصبر على الضغوطات اللي أنتوا حاسين فيها يوميا برضو له أجره، فحرفيا كل شيء له أجره، فاحتسبوا الأجر قد ما أنكم تمشوا وتتحلطموا على دي الأمور. صح أحيانا تمر علي أيام ما بنام فيها عدل لأنه نومي يكون في رمضان متقطع، وموضوع أنه أنا أنام نومة واحدة وتكون متصلة وبعدها ما أرجع أنام، هذا الشيء شبه مستحيل في رمضان. خليني أكون معكم صريحة، كمان غرفتي مرة معدومة، أولا لأني قاعدة أشتري أشياء للعيد، فكل شيء قاعد أشتريه أحطه بس كده في الدولاب لين ما تخلص الدراسة في رمضان وتبدأ الإجازة، عشان أقدر إني أتفرغ لغرفتي وأقدر إني أتفرغ لملابس العيد وأطلع الأشياء اللي أنا ما أحتاجها وأدخل الأشياء الجديدة، وكمان أرتب غرفتي لأنه زي ما أنتوا شايفين تسريحتي مرة معدومة. طبعا هذه جزء بس من تسريحتي، باقي جزء كله أشياء كل يوم أصحى الصباح أقعد أتجهز بعدين أرمي الأغراض هنا إلين اليوم الثاني، لذلك أنتظر إنه أنا أتفرغ فقط لغرفتي إن شاء الله بعد ما تخلص الدراسة في رمضان. قاعدة أحاول إن أنا أحسن بشرتي قبل العيد، يعني ما صرت أحط ميك اب مرة كثير، ولا أحيانا حتى في المدرسة ما صرت أحط ميك اب أصلا. إن شاء الله إني أستفيد من ده الشيء. بقول لكم شيء، للآن قاعدة أدور مفرش للعيد، الصراحة للآن ما لقيت مفرش ناسبني. اي احد عنده موقع يبيع مفارش او اي محل حتى في المدينة يبيع مفارش حلوة يقول لي، لاني من جد احتاج. فبس انا دحين بس قاعدة ادور على السرير حرفيا، وبس هذا هو كان يومي بكل اختصار. دحين راح انام وبعد كده راح اصحى على الفجر نفس ما وريتكم في بداية الفيديو، وبس هي هذه كانت نهاية فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا انكم تدعموني بلايك، واذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناة فانتوا تحت تسووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعوا على مواقع التواصل كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. أشوفكم الأسبوع الجاي، باي باي.